الإعلامي كمال عواج من تونس. ألو مساء الخير. بونسوار. بونسوار سيرج، بونسوار ريتا، بونسوار كل مشاهدين ومتابعين الاو تي في اللبنانية. يا أهلا وسهلا فيك، خبرنا كمال قدي مبسوط أنه قرب الوقت من بعد كل التحضيرات. تحضيرات اكيد عم حصل من هلا، وغريب يعني خلال يعني اشهر قليله يعني رح نعملوا يعني الدوره السابعه لمهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي اللي هو تأسس بسنة 2016. هذه تحت الشراكة بين جمعية الأولياء وأصدقاء المعوقين في تونس، وتتعاون مع المكتبة السينمائية التونسية والمركز الوطني للسينما والصورة في تونس. المهرجان إن شاء الله سيقام من 1 إلى 3 شباط 2022 في تونس، بمدينة ثقافة في تونس إن شاء الله. يعني في دعم للمهرجان، وهل تطلعات المهرجان فعلا أنه يكون غير بتونس، يعني يكون يمكن دول مختلفة؟ الحقيقة إن شاء الله حيكون في دعم. على فكرة حبيت أقول إنه في الدورة الثانية للمهرجان بانوراما الفيلم القصير التونسي عملنا المهرجان يعني مش في تونس العاصمة، بل عملنا في شمال الغربي يعني في تونس. يعني حبينا إنه يطلق المهرجان الفضاء يعني ما في كثير من قاعات السينما في تونس. حبيب مقلنا بين يعني الجمهوريه التونسيه، بس خيرنا انه حيكون المهرجان ان شاء الله في تونس العاصمه الاحمر. حلو. كمال طب خبرنا عن المشتركين اللبنانيه، هل ممكن يكون عندهم حظوظ بالربح؟ بالنسبة قبل كل شيء حبيت أقول إنه عملنا يعني اتفاقية شراكة مع لبنان بين جمعية تيرو للفنون، وأيضا بين المهرجان بيروت الأفلام القصيرة. من خلال هذيك عملنا تبادل شراكة بين الأفلام اللبنانية. بالنسبة للمشاركات الأفلام اللبنانية حتكون إن شاء الله هناك 3 أفلام لبنانية مشاركة، بين فيلمين لبنانية قصيرة يعني روائية، وفيلم وثائقي قصير أكيد في لبنان. بالنسبة لحمل مسكر فقط المشاركة يعني الأفلام اللبنانية اللي حتشارك ستكون فيلم الجبل الأحمر لكامل الحرب، المخرج كامل الحرب، وأيضا الفيلم ليلى اللي هيتي بدار. أما الشريط الوثائقي حيكون شريط وثائقي بعنوان بيروت بعد 40 للمخرج أنتوني مانشار. حلو. يعني اوذ لك اكيد للمهرجان كمال عواج الاعلامي اللي بنحبها كثير من تونس بالتحديد، واكيد رح نرافقكم بكل التحضيرات وحتى بيوم الحفل. شكرا لك.